معي على الهاتف سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. سعادة السفير أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ نشأت، أهلا بيك. يعني يا فندم أسأل حضرتك على موقف الجمعية العربية مما يجري في ليبيا بشكل واضح، والدور اللي طلعت به وما تنوي القيام به لاستغلال واستثمار إعلان القاهرة لمحاولة وقف إطلاق النار والدخول في حل سياسي في الأزمة الليبية. شوف حضرتك سألتني أكتر من سؤال في نفس واحد، يعني الإجابة عليهم تاخد فترة طويلة، لكن أنا يعني هحاول عشان السادة المشاهدين نختصر كده المشهد بأكبر قدر ممكن وبما يسمح إن الناس تتابع بس اللي بيجرى. طبعا في تطورات ميدانية احنا كلنا شايفينها، في الجيش الليبي اللي بيقوده المشير حفتر كان عامل وضع معين واصل في غرب ليبيا، ثم بدأ في الانحسار نتيجة انه قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قدرت انها تحقق بعض المكاسب الميدانية، والوضع دلوقتي انحسر ودخل في منطقة اللي هي خاصة بسرت وما حولها. التطورات دي طبعا بيبقى لها دايما انعكاسات سياسية. من الناحية السياسية احنا كنا كجامعة عربية وكبعض الدول العربية بينها مصر بينها الامارات كانوا في ما يسمى بعملية برلين او مسار برلين اللي نتج عنه قمة برلين اللي عقدت في شهر يناير اللي فات. هذه القمة طبعا كانت بتنظمها الأمم المتحدة مع ألمانيا، وكان الهدف منها هو توفير مناخ مناسب للليبيين ان هم يقعدوا مع بعض يوقفوا إطلاق النار أولا، ثم يقعدوا مع بعض يبحثوا الجانب السياسي وكيف يمكن ان ليبيا تمضي للأمان، لأن الوضع الحالي طبعا واضح انه صعب جدا ان يحصل اي حوار سياسي ما بين الطرفين. مسار برلين من ساعة ما تم اقراره وتم اقرار نتائجه حتى في مجلس الامن لم يحقق التقدم المنشود، وحصل التطورات الميدانية اللي انا شرحتها واللي هي بتعني ان ممكن جدا في طرف يفكر ان هو ممكن ميدانيا يحقق نصر عسكري يحسم بيه المسألة كلها لصالحه. من هنا جاء إعلان القاهرة اللي كلنا طبعا تابعناه، والجامعة العربية عملت الأمين العام عمل موقف واضح فيه، والهدف بتاع الجامعة العربية الآن هو كيف يمكن للطرفين الليبيين أنهم يستجمعوا إرادتهم السياسية ويحاولوا أن يجلسوا إلى مائدة واحدة للحوار السياسي حول مستقبل هذا البلد، وحتى لا يمكن أن يحصل أن الوضع الميداني يتكرس أو الوضع الميداني هو اللي يفرض الشروط على الوضع السياسي. صحيح. ده كلام طبعا لازم أن هو يكون مفهوم من الجميع. الجامعة العربية تشجع إذن الطرفين إن هم يقعدوا مع بعض حتى لو ندرك تماما صعوبة هذا الوضع وصعوبة إجراءه، لأننا عارفين إنه الإرادة السياسية يعني خلينا نقول يعني إما كانتش غائبة فهي يعني متراجعة إلى حد صحيح. كبير عند الطرفين. فدي صعوبة إحنا بنواجهها، مش بس إحنا كجامعة عربية، الأمم المتحدة اللي هي المنظمة الدولية اللي بتقود العملية مفروض بتواجهها. أي طرف حاول إن هو يخش يعمل مصالحة بين الطرفين أو تقريب وجهات نظر اصطدم بنفس العقبات، وبالتالي لابد من تفكير جديد وطرح أفكار جديدة حتى لو كانت هذه الأفكار مش بعيدة عن مسار برلين، لأنه مسار برلين ده أخذ مننا حوالي يعني 4 أو 5 شهور عشان خاطر تخرج نتائجه، شغل كتير جدا، ولكن برضو لسه زي ما قلت وشرحت ما خرجش بالنتائج اللي هي المرجوة والمأمولة لمستقبل ليبيا موحدة كل أبنائها يعيشوا تحت ظلها بشكل بعيد عن
الحرب الاهليه او المواجهات العسكريه. سعاد سفير، يعني وانا بكلمك دلوقتي حالا بيبلغوني ان اردوغان بيعلن دلوقتي انه داعم الى اخر مدى لحكومه فايز السراج عسكريا، وانه لن يتوقف ويحقق انتصارات قادمه، وانه هدفه الاساسي هو النفط. يعني طبعا ده كلام مرفوض جدا، وانا طبعا تابعت هذه التصريحات اللي هو عملها الرئيس التركي. يعني طبعا كلام مرفوض جدا. يعني خد بال حضرتك برضو في هنا نقطة مهمة جدا، الاعتماد على او الاختباء وراء هدف تأييد الحكومة الشرعية، ويجب ان نقول الحقائق كما هي، هذه الحكومة هي حكومة شرعية بموجب اتفاق السخيرات اللي هو مصر وغيرها كانوا جزء منه، وهذه الحكومة هي الحكومة المعتمدة لدى الجامعة العربية ولدى الاتحاد الافريقي ولدى الامم المتحدة. انما سعد سفير، معلش سعد سفير حسام، معلش خليني اقول لك بس الفكرة دي. اتفضل. الاختباء وراء دعم هذه الحكومة او شعار عام كده اسمه دعم هذه الحكومة من أجل تحقيق مآرب ومصالح تركية في دولة ليبيا سواء سياسية أو عسكرية أو اقتصادية زي ما احنا بنشوف من التصريح ده، وبالعموم في شمال أفريقيا، ده أمر مرفوض شكلا وموضوعا، مرفوض شكلا وموضوعا. طيب سعاد سفير، يعني اتفاق السخيرات على ذكره، يعني كان في مخرجات منها حكومة السراج والوفاق، وكان فيه هناك جدول زمني لانتخابات وإلى آخره، ورغم أن هي مش منتخبة، يعني الجهة الوحيدة المنتخبة في ليبيا هو البرلمان الليبي اللي برأسه عقيلة صالح. يعني كيف تستمر الشرعية وهي لم تلتزم في الإطارات الأطر الزمنية اللي كانت موضوعة؟ كلام حضرتك كلام منطقي جدا، وأنا مش ضده منطقيا. معروف انه اتفاق السخيرات يعني انتهى اثره من سنتين او ثلاثة، ولكن هي المسألة كيف يتعامل المجتمع الدولي برمته مع هذا الوضع. المجتمع الدولي قال خلاص اوكي، طالما انتم مش قادرين تتوصلوا الى الكيفية اللي تجيبوا بيها مؤسسات جديدة، انا مستمر اعترف بما انتجتوه من مؤسسات من خلال هذا الاتفاق الى ان تجلبوا مؤسسات جديده. هل يمكن لجامعة الدول العربيه سعاده السفير ان هي تخرج عن هذا وترى وتعكس الحقيقه وعين الحقيقه بانه هذه الحكومه فقدت الشرعيه، وبانه الشرعيه الحقيقيه اللي كل العالم بيتجاهلها شرعيه البرلمان، وانه جامعة الدول العربيه لا تعترف وتلغي هذا الاعتراف الى ان يجلس الطرفين ويتم التباعد السياسي؟ هل يمكن ان يحدث هذا ام ان هذا خيال؟ جامعة الدول العربيه اذا كانت الدول الاعضاء في غالبيتها تريد ان تقدم على هذه الخطوه فهذا امر يعود إليها، إنما كأمين عام لا يستطيع إطلاقا أن هو يفعل هذا الكلام، لأنه هو ملزم بقرارات الجامعة، وقرارات الجامعة بتعترف بالحكومة حكومة الوفاق كحكومة شرعية تمثل ليبيا، وهي موجودة تمثل دولتها ضمن كل الوفود اللي بيمثلوا دولهم في الجامعة العربية زي ما قلت، وهي أيضا موجودة في الاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي والأمم المتحدة. فبالتالي هذه المسألة يجب أنه الدول الأعضاء بقى تبحثها لو هم عايزين أو عندهم الرغبة أو الاستعداد أن هم يمشوا في هذا الطريق. وحتى الآن أنا لم نرصد الحقيقة أن في دول بتبذل أي جهد في هذا الاتجاه. طيب يعني سعاد سفير، الاحتلال التركي او التدخل التركي في ليبيا، هل يمكن ان يجابه من جامعة الدول العربيه بشكل يعني كما جابهت جامعة الدول العربيه الاحتلال التركي لشمال سوريا؟ برضو هنا هعيد حضرتك للنقطه الفنيه القانونيه واللي لها بعد سياسي مهم. الجانب التركي دخل إلى الأراضي الليبية بناء على اتفاق أجرته الحكومة الموجودة في طرابلس حكومة الوفاق،
وبالتالي الأمر يختلف عن توصيف تواجده داخل الأراضي السورية مثلا. يعني هو في سوريا هناك من ينتقد الدور الروسي، روسيا موجودة في سوريا بناء على اتفاق جرى مع الحكومة السورية الموجودة في دمشق. أوضاع ملتبسة، أوضاع فيها الكثير من الأمور اللي هي الرأي العام اللي بيتابع بشكل عادي ممكن إن هو يرتبك بشأنها، لكن الحقيقة فعلا إنها يعني تتطلب تعامل دبلوماسي وسياسي يعني في منتهى الدقة، وكل حالة بحالتها، مش بالضرورة إنه كل الحالات بتتشابه، حالة سوريا شيء، حالة ليبيا شيء، وحالة اليمن شيء. لكن الواقع يا سعادة السفير، يعني اسمح لي ويعني يتسع صدرك لكلامي، إنه قدامي مرتزقة في ليبيا، هم المرتزقة اللي في سوريا، هو المرتزقة اللي بيحركهم أردوغان، الدواعش اللي بينقلهم من هنا لهنا. يعني حتى أنا مع كامل احترامي للوجهة القانونية الرصينة والدبلوماسية اللي حضرتك بتتكلم بيها، إلا إنه واقع الأمر ظلم الشعوب، سرقة مقدرات الشعوب بتحصل قدام عينينا كلنا. لو كان ميثاق الجامعة بيتكلم في كده، ممكن هل يمكن تغييره؟ أنا أرى إنه محتاجين هزة حقيقية في العمل حتى يتم يعني إحقاق الحق اللي إحنا شايفينه. حضرتك شايفه بعينك السياسية وعينك الإنسانية، ربما القانون بيبقى بيشل الحركة، لكن إحنا شايفين قدامنا بلد بتتسرق، واتفاق الزخيرات فقد شرعيته لأنه بقاله سنتين اتنين زي الورق اللي فقد قيمته خلاص بلا قيمة، والعالم كله منهمك ومنشغل في أوضاع داخلية وكورونا وغيره، ولم يبقى من الحقيقة إلا ما نراه على الأرض قدامنا. كيف يمكن أن يعني نتعامل مع هذا الأمر؟ يعني كيف بواقعية وبضمير، لأن إحنا لن ننسى أنه كان فيه ما جرى في ليبيا في محلف النيت وضرب ليبيا، وما جرى في سوريا، وحتى الاستدعاء الرسمي من سوريا لروسيا ومن السراج لتركيا، في النهاية مقدرات الدول العربية، الكرامة العربية. يعني أنا ربما أتحدث بشكل إعلامي أو سياسي، لكن هذا ما يشعر به الشارع العربي. شوف حضرتك، أنا متفهم المنطلق اللي الكلام اللي حضرتك قلته ده طالع منه، متفهمه طبعا جدا، وانا متابع كل اللي بيقال في الاعلام المصري وبقيه الاعلام العربي والاعلام الليبي ايضا. خلينا نقول الاتي، احنا ليه بنركز وبنقول على المسار السياسي؟ المسار السياسي دي مش شعارات دبلوماسيه بنرفعها في كل مكان، ده كلام حقيقي. المخرج الوحيد ونحط تحتها 10 خطوط، المخرج الوحيد من هذه المآزق انه الاطراف اولاد البلد اهل البلد ذاتها يقعدوا مع بعض. الفرقاء الليبيين لابد انهم يوصلوا لنتيجه انهم يقعدوا مع بعض. لن يكون احد احرص منهم على مصلحه ليبيا بلدهم. مفيش طرف خارجي هيحرص على مصلحه بلدهم اكثر منهم. وبالتالي المخرج هو في المسار السياسي اللي احنا بنطالب بيه ونبح صوتنا علشان خاطر نصل اليه، ولم نصل حتى الان للاسف. الموضوع ده محتاج اراده سياسيه، ومحتاج انك انت لما يكون عندك حلفاء، حلفائك يقنعوك بمثل هذا الكلام، بمثل هذا الطرح، حتى يمكن انك تحقق السلام لشعبك والمصلحه لشعبك. إنما إن حلفائك يقنعوك بأن أفضل شيء هو إنك أنت تستمر في الحرب، هذا أمر خاطئ وأمر له مضر كبيرة على الشعب قبل أن يكون على الفرقاء، لأن التجربة ورتنا إن هؤلاء الفرقاء منهم من يستفيد من الأوضاع الحالية والمواجهات العسكرية أكبر استفادة ممكنة، والشعب هو الوحيد اللي بيدفع. صحيح. سعادة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، شكرا لحضرتك على هذه الإيضاحات.